هعمل دلوقتي الارزو او لسان العصفور مع فلفل الاحمر. المكونات: لسان عصفور مسلوق، فلفل احمر، بقدونس مفروم، زيتون، خل بلسمك، زعتر مفروم، وتوم. احط طاسة على النار تسخن، وهاخد قطعتين بس من الفلفل الاحمر واقطعهم صغير. ده زي بالظبط ما بنعمل الفرايد رايس، بس مش فرايد رايس، الفرايد رايس اللي هو الرز المحمر، بس هيبقى لسان عصفور محمر، ما فيهوش حاجه خالص. ممكن لو عايزين نغمق لون لسان العصفور بس بنشوحه شويه في زبده قبل ما نسلقه، لو عايزينه يبقى لونه فاتح كده بس بنسلقه عادي خالص وهو بيبقى بيطلع بالمنظر ده. هاخد الفلفل، طاسه سخنه، قبل ما احط زيت بيعمل ايه بقى الحركه اللي انا عملتها دي؟ بيخلي الطعم الفلفل الالوان ده بيخلي فيه زي طعم مدخن شويه، بيبقى طعمه سموكي كده، بيبقى طعمه حلو قوي. مجرد بس يقعد بس ناخد نسمع الصوت ده. وهاخد الثوم، يعني بنتكلم في مثلا 10 15 ثانيه بس الفلفل ياخد لسعه صغيره قوي، وبعد كده اقدر ازود الزيت. هحط بقى زيت نباتي مش زيتون، ودايما لما بعمل الفرايد رايس او الفرايد الارز او لسان العصفور الفرايد خلي دايما جنبينا ميه، علشان ممكن ساعات يبقى ماسك نفسه شويه فبنفكه بشويه من الميه. احط زعتر مفروم، طبعا في هنا زيتون اسود فمش هستعمل ملح خالص، هيبقى الملح هيبقى الزيتون الاسود هو اللي هيحدق الايه الاكل. خلي كده المكونات تمتزج ولون الفلفل يبتدي يتغير. حط فلفل اسود، وبعدين الايه لسان العصفور. نقلبه مع بعض شويه كويسين، ودايما نحط خل البلسمك والزيتون في الاواخر، لان الزيتون لو اتحط بدري برده طعمه هيمرر شويه زياده. انا هزود تاني من زعتر، طبعا فريش، لو الفريش مش موجود نحط ناشف، بس نقلل الكميه شويه علشان عاده الاعشاب الناشفه بيبقى طعمها اقوى، فنخلي الكميه اقل شويه. وهحط بقدونس، هقلبه على طول. دلوقتي قلت لحضراتكم نقدر نستعمل ميه او نقدر نستعمل اي سائل، فانا بدل ما هستعمل ميه بعد ما هخلص كل المكونات امتزجت مع بعض احط شويه من خل البلسمك بدل الميه. احط الزيتون، وهقلب. اهم حاجه بس ما نخليش لسان العصفور يلزق في الطاسه من تحت، فدايما نقلب على طول علشان يفضل كله مستوي زي بعضه، ما يبقاش في واحده محروقه وواحده او واحده ملسوعه وواحده لا. وبعدين هرفعه من على النار واحط شويه من خل البلسمك. خل البلسمك بقى لو كان في حاجه لازقه في الطاسه من تحت بيلم كل اللي لازق تحت ده وبيخليه زي ما بنقول كده مفلفل زي ما حضراتكم شايفين. هاخد يبقى كده اكلنا لسان عصفور بطريقه مختلفه شويه وطعم. طبعا بقى لو عايزين تزودوا اي انواع خضار عليه براحتكم، يعني نقدر نحط اي خضار، نحط كوسه، نحط جزر، بس الجزر انواع الخضار اللي بتتحط نخلي بالنا من القوام، يعني ما نحطش جزر لازم نسويه كويس. الكوسه ما بتاخدش وقت، نبقى عارفين بقى الحاجات اللي بتاخد سوا والحاجات اللي ما بتاخدش سوا. ناخد شويه كده من الفلفل الاحمر هنا.